أصحاب الفخامة والسمو المعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ، فخامة الرئيس، شكرا على هالدعوة الكريمة أن نكون بين أهلنا وبين وطننا الثاني مصر. يمكن ما يخفي عليكم، مصر لها مكانة خاصة في نفوسنا كعيال زايد، وكلنا يمكن كعرب جميعا نتفق أن دائما نتحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أي اعتبار آخر. وأتذكر كلمات أبونا الشيخ زايد الله يرحمه يوم قال: نهضة مصر هي نهضة الأمة العربية كلها. فبصراحة مصر لنا جميعا هي القلب. اليوم يمكن كنا نتكلم عن التحديات اللي تواجهها العالم كله في كوفيد، لكن أيضا هي فرصة للتأمل بصراحة، لتغيير ما كنا نعتقد أنه طبيعي وما كنا نتعامل مع أنه أمر واقع. اكتشفنا خلال هالفترة أن كل شيء قابل للتغيير، وهناك احتمالات لا متناهية للطريقة التي نعمل بها، الطريقة التي نتعلم بها، الطريقة التي حتى يسير بها اقتصادنا اليوم، حتى الطريقة التي نهتم فيها بصحتنا أو صحة كوكبنا وعافيته. وليش أقول هالكلام؟ لأن ما تعلمناه من كوفيد يمكن هو تحدي الأمر الواقع وتحدي الستاتس كو، وهو شكل من أشكال النمو بصراحة لنا كأفراد وأيضا لنا كحضارات وشعوب. وهذه هي بصراحة هي سياسة قيادة دولة الإمارات اللي يسير عليها القيادة، هي تحدي الوضع الراهن والقائم وتحدي طرق التقليدية. وبعطيكم يمكن لمحة بسيطة في تحدي هالطرق التقليدية في قطاع الشباب. اليوم أهم سؤال كلنا كصناع قرار نفكر فيه في هالمنتدى ودائما هو كيف يمكن أن نحن نتأكد أن شباب العالم 4.3 بليون شاب وشابة يمكن أن يحققون كامل إمكانياتهم وطموحاتهم.